تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مدينة العلوم بتونس وقصر العلوم بالمنستير وجمعية الشبان والعلم وجمعية يوث فور ساينس الدورة الثانية لحفل العلوم من 10 إلى 15 نوفمبر 2018. وبالمناسبة تفتح مدينة العلوم بتونس وقصر العلوم بالمنستير وقرية العلوم بتطاوين أبوابها مجانا لعموم المواطنين على امتداد كامل يوم السبت 10 نوفمبر. سيحتضن شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 11 نوفمبر أكبر تظاهرة علمية تتضمن عروضا وورشات علمية موجهة مجانا للعموم. وتحتضن الجهات من 12 إلى 15 نوفمبر سلسلة متنوعة من الأنشطة العلمية الحرة.